ومتابعينا أكيد نور بصباحنا وأولى فقراتنا لليوم مع الفن الحلو والأصوات الشابة، ودائما سوريا ولادة بأصواتها الحلوة والرائعة من الشباب ومن الصبايا أكيد. ودعم المواهب السورية أكيد لازم يكون موجود بشكل أكبر، ولكن يمكن صوتهم الجميلة لحالة بتدعمهم. رح نحكي أكثر عن الشاب ورد بو خليفة من كورال تناغم بقيادة المغنية السيدة غادة حرب. بدنا نوجه لها تحية وبنرحب بورد. صباح الخير ورد. صباح النور. سعد صباح. يسعد صباحك. انت بألف خير يا رب. وانت بألف خير. خلينا بالبداية نعرف الناس عن ورد أكثر. إذا بنحكي عن ورد شو بنقول؟ يعني هو شاب اليوم بلش طريقه بمجال الغناء، عرف الناس عنك أكثر. أكيد يعني هو كانت البداية بالغناء، وبعدين صارت أكثر من إنه موهبة، صارت هي دراسة، هي حرفة، فإنه يعني دخلت فيها بشكل يعني احتراف، يعني صارت مهنة يعني أكثر. فإنه صارت يعني حاليا أنا بدرس موسيقى سنة ثانية، ف وعمري 22 سنة. العمر كله الله يسلمك. نعم ورد، يمكن أي حدا ببلش بهذا الطريق أو بيكتشف موهبته بيكون عنده مثال أعلى بحياته، مين هو مثالك الأعلى ولمين من أنت وصغير بتسمع؟ وكيف هيك حسيت أنه أنا هيك ستايلي، أنا هيك نمطي، أنا هيك بحب غني؟ تمام. أنا يعني في الواحد أول ما ببلش يكون يسمع لحدا معين، يعني وأنا ربيان على صوت يعني سلطان طرب أبو وديع الله يطول عمره. فإنه هيك يعني شوي شوي صار يعني مودي وستايلي كتير بيروح لموده، وكتير أنا باخده إنه قدوة لإلي. ومن ثم كان يعني كاظم الساهر كمان انا كثير بحبه، كثير بحب تابعه، يعني مع انه الاثنين كل واحد ستايل لحاله مختلف، بس اكيد طامات بنعتز وبنفتخر فيها. رح نستغل الوقت معك ونبلش بالبدايه مع مقطع غنائي. شو بتحب تسمع لنا هلا؟ نسمعكم بما انه نقول صباح الخير، نسمعكم فيروز. يلا سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا خلينا وتسبانا سنين، إذا كنا عطول تقينا عطول، ليش بنتلافى خايفين؟ موعدنا بكرة وشو تأخر بكرة، قولك مش جاي حبيبي، عم شوفك بالساعة بتكات الساعة، مين المدى جاي حبيبي؟ أو يا دنيا شدي اسمين علي تلاقوا ومش عارفين، يا دنيا شدي اسمين علي تلاقوا مش عارفين، من مين خايفين؟ من مين؟ هالصوت يا ورد. ورد أكيد يعني دائما المواهب السورية مظلومة إلى حد معين من شركات الإنتاج، من
التسويق، ولكن اليوم خلينا نحكي على السوشيال ميديا. يعني قديش اليوم هي سلاح ذو حدين، شيء منيح ولكن شيء قبيح بنفس الوقت، بانتشار المواهب، ولكن كمان في احيانا تنمر، في احيانا الناس بتحط حتى الواحد اكيد. ولكن اليوم هلا بوقتنا السوشيال ميديا اذا عرفنا نختارها صح قديش هي بتوصلنا لكل العالم. اكيد يعني السوشيال ميديا يعني صار لها كثير كثير تاثير خصوصا بحياتنا يعني حاليا، فانه يعني هي بتوصل يعني الحدا لكثير من الاشخاص وعدد كبير من الناس، بس انه كذلك الامر بيكون انه في محطوط هو بين نارين، بين انه العالم تتقبله، بين انه العالم يعني في كثير حاليا كميه انتقادات. تنمر انتقادات، اكيد الانتقاد ما بينزعل منه اذا كان بناء، بس التنمر نحن بنروح على شق التنمر، انه صار في تنمر كثير خصوصا من اشخاص يعني بيكون يعني خلينا نحكي بمجال الموسيقى بيكون ما بيفهم شيء بالموسيقى، فانه بيحكي بشيء ما بيفهم فيه، فانه هون صار هذا ما له انتقاد، هذا اسمه تنمر يعني. تمام. طيب خلينا نحكي عن بدايتك ومسيرتك في الغناء، خصوصا يعني انت شاب صغير، بنعرف كثير منيح قديش في صعوبه اليوم للواحد يبلش مسيره غنائيه، ونحن اساسا مرينا بعشر سنوات حرب يعني في ظروف قاسيه وصعبه، وانت شاب بعمر الورد. خلينا نحكي عن البدايات وعن شغلك فينا نقول او غنائك مع كورال تناغم، كمان الغناء الجماعي له ستايل مختلف كمان على الصعيد الفني، وعم تدرس موسيقى، يعني فينا نقول عم تحاول يمكن تجمع كل القصص اللي لها علاقة بالموسيقى من خلالها تحدد وجهة مسيرتك. أكيد البداية كانت من خلال المدرسة، من خلال يعني التشجيع ومشاركتي بكذا فرقة موسيقية، فهذا الشيء خلاني أنه كفي بهذا الطريق وبشكل يعني صحيح أكثر. هلا كورال تناغم كان مشاركتي في كان بمحض الصدفة يعني أكثر شيء، لأنه كان في عندي أنا بشتغل بالمجال الإنساني، كنت بمجال الدعم النفسي، فإنه كان عندي تدريب بمدينة السلمية، فإنه كان لي رفقات هنيك طبعا بوجه لهم التحية أكيد صباح الخير، فإنه نصحوني بالكورال وكان انه مبين انه شيء هيك يعني على مستوى كبير، فانه شاركت فيه وكان له مشاركات من قبل بكورالات طبعا عديده يعني نذكر منها يعني كثيره هي، فانه شاركت فيها وكانت مشاركه بتناغم كثير كثير شيء حلو كثير، يعني خلانا اعطانا جو من التماسك اللي ما كنا كتير يعني هيك عايشينه، جمع من كل المحافظات السورية، كان في 220 شاب وبنت، فإنه كان كتير هذا الشيء يعني الحفلة يعني اسم على مسمى، كان اسم الحدث الكبير، فانه كثير كانت يعني شيء من الخيال، يعني انا بحياتي ما كنت متصور انه هيك بيصير هيك شيء، بس فعلا صار يعني وجمع من كل القطر بهي الحفله. هو تناغم واليوم خلينا نحكي قديش بيختلف انه الواحد يكون بين كورال والمغني السولو، يعني اليوم عم نشوف انه الكورال يمكن ما كثير عالم بتعرف هو بيضم جميع انواع الاصوات طبعا. وجميع انواع الاعمار ومن الشباب والصبايا ايضا، ويمكن الثغره لهالقد ممكن تبين بين آلاف الأصوات والفرق بين الغناء السولو، وليش اتجهت إلى الكورال ما امتهنت السولو هيك لحالك؟ هلا أنا بما أنك عم تدرس أكاديميا يعني. هلا أنا كان مشاركتي بالكورال هي إضافة للشيء اللي أنا عم أعمله، ولا أنا يعني اللي بشتغل كمهنة هي مهنتي يعني فأنه بعمل حفلات، إلي حفلات خاصة بعملها، وكورال هو قدمني للمجال للوسط بشكل صحيح أكثر،
التناغم يعني أنا بتشكر كثير القائمين عليه، المدام غادة والمدام سبانا، أكيد بوجه لهم تحية وكلهم صباح الخير، ولكل فرد من تناغم لأنه أتاح لي الفرصة أنه بيظهرني وبيقدمني للعالم بشكل صحيح من خلال مختلف. يعني لما تقول تناغم، لما تقول أصوات من جميع المحافظات السورية، وأحيانا كمان التناغم من خلال الأغاني التراثية، قديش بتضيف لك أنت كفنان؟ يعني لما تسمع الألوان وخصوصا عم تعمل مسيرتك الخاصة بالإضافة لدراستك، هذا بيعمل لك يمكن فينا نقول دعم أكاديمي، يعني على مستوى الدراسة بيكون في فعلا فينا نقول دعم، وفي تفاصيل بالغناء يمكن صعبة شوي بالتراث نحن ما بنعرفها، اليوم بيكون في إضافة بالتعرف عليها، وهذا التناغم. يعني في بنشوف أصوات عالية، أصوات واطية، خصوصا بالغناء الجماعي، هي التناغم كمان يمكن مفيد جدا لمسيرتك الغنائية. تماما، بالغناء الجماعي هو مختلف تماما عن الغناء السولو يعني المنفرد، لأنه في كذا صوت يعني بالكورال، وبتقسم الكورال إلى كذا صوت، فإنه هون بصير في الواحد يميز بين الأصوات، في يفصل حواسه بالحفلة، يعني إنه كتير شيء صعب ما إنه سهل. إيه تماماً، ما إنه سهل، بفكر العالم إنه بتضيع الأصوات. لا أكيد هذا الشيء، يعني هاي الحفلة اللي صارت جهز لها على مدى 9 شهور، فإنه من بعد الفيديو اللي انتشر والترند اللي صار، طبعاً هو هذا اللي انا بدي اتشكر تناغم عليه. قديش كنتوا سعيدين بردة فعل الناس على هي الحفله؟ كثير كثير سعيدين، لانه يعني شفنا انتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مقتطفات، كل حدا كان حابب مقطع من غنيه، وكان فعلا بالنسبه له بيلامس تراثه من خلال المحافظه. تماما، وخصوصا انه يعني وصل التراث كثير لاقت اعجاب من كل يعني داخل القطر وخارجه، يعني وكتار اللي شاركوها، وكتار يعني صارت ترند على 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 السوشيال ميديا، فانه كانت الوصله هي يعني من خلالها انا فتحت لي افاق كثير لقدام. يعني ان شاء الله يا رب هيك بنشوفك باهم المطارح والاماكن. يا ورد، ورد كثير اخذنا الحكي وما سمعنا الصوت، ما نسمع الصوت مره ثانيه. بدي اسمعكم الموال يلي قلته بتناغم، نعم، ضمن الوصله التراثيه. تمام تفضل. اوف 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 يا باي، اوف 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 يا باي، قالوا قبل ما نبتدي وعتابة سوريا للسماء نرفع عتابة، قالوا قبل ما نبتدي بوف وعتابة سوريا للسماء نرفع عتابة، يا باي قالوا بلاد عتبت يا مصعب عتابة، ويا ويل الما بيحسب لحساب، يا باي يا باي يا باي. الله عن جد صوتك بالمواويل وبالجبل يمكن عن جد رائع جدا، هيك الله يقويك يا رب ونشوفك مثل ما قلت لك من شوي باهم الاماكن. اليوم في كلمه، في لحن، في توزيع، في جروب طويل عريض، ومثل ما قلنا لازم يكون عندنا دعم اكثر للمواهب لحتى يقدروا يوصلوا، ولكن بنفس الوقت نحن عندنا مخزون سوري عريق
مخزون سوري قديم من الأغاني اللي هو يمكن بين إيدينا، فينا نعمله كفرات، فينا ننطلق فيه إلى العالم، وهيك عم يصير عند أغلبية الشباب والصبايا اللي حابين يوصلوا، طبعا مع الحفاظ على اللحن، مع الحفاظ على التوزيع وحقوق الملكية. اليوم تجديد أو إعادة إطلاق الأغاني القديمة أو الأغاني التراثية السورية يلي يمكن هي بيتغنى فيها كل العالم ومشهورة بكل العالم، قدي مهم عند الشباب، وقديش اليوم عن جد لما بتلاقي هيك شباب صغار عم يرجعوا يسمعوا هاي التراث بأصوات جديدة، قدي كمان مهم؟ أكيد. هلا ما في مثل ما بيقولوا المال قديم المال قديم ماله جديد، فاللي كل شيء حدا بده ينطلق، فانه خصوصا بمجال الغناء فانه عم يتبع طريق انه بيرجع يجدد مثل ما قلتي حضرتك، انه بيرجع بيعمل الكفرات، بيرجع يجدد الاغاني القديمه مثل ما بيقولوا اللحن والكلمه الحلوه يعني. فانه يعني هذا كثير شيء بيضيف لمسيرته مثل ما بيقولوا الفنيه، وهو بيستعرض كل الالوان بصوته، في انه بيدخل على كل المجالات وعلى كل الانماط الغنائيه الطربي الشعبي، فكله بامكانه انه يجدده. هلا انا بعد كورال تناغم يعني هذا الافق اللي انفتح لي من خلال تناغم، انه انا تواصلت معي شركه ملاك ستوديوز للمنتج مدام غفران ملاك، والمدير العام طبعا استاذ باسل عبدو معنا هون بالكواليس، وجه له تحيه بكل صباح الخير. اكيد طبعا لبداية مشروعك شنو أكيد. هون هون فدخلنا لشيء ثاني، وانا حاليا صرت تحت رعاية الشركة، وحاليا صار عندي 3 كفرات انا سجلتهم، اغاني كمان قدام، مثلا لفنان راغب علامي، فنان وائل جسار، فنان آدم، فانه انا حبيت جدد لهم بعض الاغاني يلي انا حسيتها انها حلوه وبتلبق لصوتك، يعني اصوات مختلفه الثلاثه يعني. أكيد. كمان بصوتك هي طريقه كمان مختلفه، ويمكن الصدى اللي شفناه بالامسيه الاخيره لتناغم هي قديش اهميه اليوم الغناء بالتراث والحفاظ على هي التراث، وهي هويه سوريه كلنا بنعتز ونفتخر فيها، واغلب الفنانين بتلاقيهم دائما بيحاولوا يغنوا بكل حفلاتهم شيء للتراث لانه بيعرفوا عن نفسهم اكثر. خلينا نستغل الوقت لانه وقتنا راح يخلص، نسمع شيء فينا نقول بالاخير أكيد. تراثي من التراث، حابب ولا حابب شيء ثاني او كفر شو حابب؟ نسمعكم شيء لابو ضيع. ايه يلا اكيد ابو ضيع. في الحسن لا بعدك ولا بلك يا روحي، يا روحي كملت اوصافك يا روحي، حلف القمر امين وقالي احلو ساعد ما شافك، حلف القمر يا قمر امين وقالي احلو ساعد ما شافك، في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي، يا روحي كملت أوصافك يا روحي، طل الهوى بحلى عيون عيون عيون، قال لي الدوا بين الجفون تراري رارم، الحسن هام بألف لون والسحر غافي عدافك، عيني عيني عالهوى، في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي،
يا روحي كملت أوصافك يا روحي. الله يا ورد، يسلم هالتم عن جد، يسلم هالتم يا ورد. ورد، يعني مع بداية هالسنة نحن أكيد كتير انبسطنا بوجودك معنا، وبدنا نتمنى لك سنة خير، سنة سعادة، سنة عن جد تنصف الشاب الطموح اللي عنده هالصوت الحلو. موفق مع شركائك، وإن شاء الله بنشوفك بالعالمية، وسنة حلوة عليك يا رب. حبيبي شكرا لكم، شكرا للأخبارية السورية، شكرا لبرنامجكم الكريم على الاستضافه الكريمه. شكرا لك الفنان الشاب ورد ابو خليفه، بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله مستضيفك قريبا، عمل البوم ولك اصداء كثير حلوه، وسعيدين جدا بوجودك. شكرا كثير لك. شكرا.